السلام عليكم، مساء الخير. نكمل في الجزء الثالث، وهو نكمل في الجزء الثالث سيمبتوماتولوجي. سيمبتو يعني الاعراض، لوجي يعني ديال علم العلم. اذا العلم الذي يدرس الاعراض، الاعراض السلبيه لنقص السيلينيوم او الفيتامين ه. اذا قبل ما نبدأ في طرح الأعراض السريرية المتعلقة بنقص السيلينيوم أو الفيتامين ه، يجب أن نعلم أولا ما معنى السندروم. ما معنى السندروم؟ في بعض الأحيان عندما نقرأ المقالات نجد الكثير من العلماء والأطباء يستعملون سندروم في عوض مثلا المرض، أو المرض في عوض السندروم. هناك فرق، ولكن هناك فرق. سندروم معناها تستخدم في سياقين اثنين. سندروم تستخدم في اثنين من الكونتكست. السياق الاول خاصة الأطباء الذين يقرؤون كثيرا المقالات سوف يفهمون عليه بسرعة، ربما هم يعلمون ذلك. السندروم نجد مثلا الكثير من في المقالات: digestive syndrome, nervous syndrome, genital syndrome, respiratory syndrome، هكذا digestive syndrome، وهكذا locomotor syndrome. إذن syndrome بمعنى الكونتكست الأول، السياق الأول يأتي بمعنى مجموعة الأعراض السريرية التي تنتمي لنفس العضو، هكذا لنفس العضو، هكذا. نقول الهيباتيك سيندروم، المتلازمة الكبدية. إذا ماذا تحتوي؟ تحتوي ممكن على إمساك أو إسهال، لأن الكبد هي من بين الغدد التي تنتمي إلى الجهاز الهضمي. ممكن نجد الإكتيروس، اليرقان، الصفائر. ممكن نجد ما يسمى الهيباتيك أنسيفالوباثي، احتلال الدماغ الكبدي، احتلال الدماغ الكبدي. ممكن نجد الأعراض الجلدية، أعراض جلدية لما المتلازمة تصيب الكبد، هذا على سبيل المثال. معلومة على الهامش، أجد يعني الكثير من البياطرة، ربما حتى أساتذة في الجامعة، يقول مثلا نيورولوجيكال سيندروم. لا نقول نيورولوجيكال سيندروم، نقول النيرفوس سيندروم، لانه النيورولوجي هي العلم الذي يدرس الاعصاب. العلم في حد ذاته لا يصاب بالمرض حتى نستطيع ان نقول نيورولوجيكال سيندروم. اي في بعض الاحيان تستعمل انترشنجبلي، هكا الانترشنجبلي، في عوض ان نقول مثلا نيورولوجيكال سيندروم نقول نيرفوس سيندروم، وفي عوض ان نقول نيرفوس سيندروم نقول نيورولوجيكال سيندروم. ممكن انك تجد في المقالات نيورولوجيكال سيندروم، ولكن الاصح هي النيرفوس سيندروم. اذا هي المتلازمه العصبيه، المتلازمه تصيب الجهاز العصبي ولا تصيب العلم الذي يدرس الجهاز العصبي. الكثير ايضا من البياطره والاساتذه يقول رينال سيندروم. لا نقول رينال سيندروم، نقول يوريناري سيندروم. اذا المتلازمه البوليه. لماذا؟ عندما تقول سيندروم كما قلنا مجموعة الأعراض السريرية التي تنتمي إلى نفس العضو. رينال يعني الكلى، يورينري يعني البول. اليورينري هي الأوتبوت، ما معنى بالإنجليزية الأوتبوت؟ هي المخرج، ليس المخرج البنيوي يعني البروبيس أو المياه أورينير أو الفولفا عند الإناث، لا. المخرج يعني هي المخرج الوظيفي، يعني البول، يعني النتيجة التي يطرحها الجهاز البولي هي البول. إذا الرينال يعني الكلى. نحن الأعراض السريرية لا نرى أي أعراض لما الجهاز البولي يصاب، لا نرى أي أعراض على الكلى، بل نرى عليها الآفات، الليجن. عندما نعمل أوتوبسي أو عندما نعمل جراحة نجد الآفات. الآفات ليست أعراض سريرية بالنسبة للأجهزة الداخلية، ربما هي أعراض سريرية. الآفات هي أعراض سريرية بالنسبة للدرماتولوجي، مثلا بابيول أو بوستول هي ليجن، أعراض سريرية في نفس الوقت. لكن الجهاز البولي الأعراض السريرية نراها على البول وليس على الكلى.
ما نراها على الكلى هي مثلا هي عن طريق الاجهزه الراديو اكس الايكوغرافيا يعني السونار الطبق المحوري الرنين المغناطيسي الى اخره. اما الاعراض السريه التي نراها التي يبرزها الجهاز البولي هي الاعراض التي نجدها على الاوتبوت نتاعو وهي البول مثلا بولايكوري اوليغووريا انوريا بوليوريا هيماتوريا هيموغلوبينوريا بايوريا الى اخره. اذا نقول يورناري سندروم ولا نقول رينال سندروم.